هستمر وياكم في موضوع الاوبتيك كوميونيكيشن وفيما يتعلق بالستركشر الاوبتيكال فايبر والويف جايدنج التوجيه بناء الاوبتيكال لك التوجيه بالنسبه اللي يحدث بسبب هذا الدايركتك ويف جايدنج. بالنسبه في هذا هذه المحاضره الخامسه طبعا المحاضره في المحاضره قلنا نتكلم على الاوبتيكال ستركشرز اند ويف جايدنج وهناك عدة مفاهيم أساسية. أولا هو طبيعة نتكلم على طبيعة الضوء وكذلك nature of light أيضا basic optical laws and definition القوانين والتعاريف الضرورية بالنسبة للفايبر أوبتيك. طبعا نحن نطرق إلى عدة أشياء وعدة approaches وهي الريفراكتيف اندكس معامل الانكسار الانعكاس ريفلكشن اند ريفراكشن انعكاس والانكسار توتال انترنال ريفلكشن الانعكاس التام الداخلي وهو ما يبنى عليه الياف البصريه حيث بهذا الانعكاس التام الداخلي سوف يتم نقل الضوء ونقل البيانات عبر الاوبتيكال كارير فريكوينسيز المختلفه. اكسبتس انجل زاويه القبول وهي الزاويه اللي من خلالها تكون مقبوله في عمل التوتال انترنال ريفلكشن عندها. النيوميريكال ابيرتشر الفتحه العدديه اللي هي تعتبر البوابه للدخول الى الليف البصري. كذلك سوف يتم الاشاره الى الاشاره الاشعاع او الشعاع الشعاع او الاشعه المنحرفه طبعا هي اللي هي تكون بشكل سبين يعني اللولبيه الاشعه اللولبيه اللي ايضا تحدث في داخل الليف البصري. طبعا هناك عده من الامثله التطبيقيه اللي يجب على مهندس الاتصالات يفهمها ويفهم الاسس اللي على اساسها يتم نقل افضل عمليه اوبتيكال بروسيسنج انتو فايبر اوبتيك كوميونيكيشن ويف. قطعت جميع او المفاهيم المتعلقه بطبيعه الضوء نيتشر اوف لايت إلى العديد من الاختلافات. هذه المفاهيم خضعت عديد من الاختلافات خلال تاريخ الفيزياء حتى وهذا القرن السابع عشر كان يعتقد أن الضوء هو يتكون من streams of particles. هذه الجسيمات الدقيقة تنبعث طبعا من مصدر ضوئي أو مصادر مضيئة وتم تصوير على هذه الجسيمات تسير بخطوط مستقيمة. كيف خطوط مستقيمة؟ ولكنها تنعكس من مواد غير شفافة طبعا وتخترق المواد الشفافة. وهذه النظرية استطاعت ان تصف بشكل كافي بعض التأثيرات مثل يعني الريفلكشن اند ريفلكشن انعكاس وانكسار. لكنها بنفس الوقت فشلت هذه النظرية طبعا نظرية الجسيمات هو انه تصف الديفراكشن الانحراف او الانترفيرنس التداخل الى ان جاء فريزنل في عام 1815 وقدم تفسير الصحيح للانحراف ووضح انه يمكن تفسير هذا الانحراف او هذا الانتشار للضوء على افتراض ان الضوء هو يسلك أو يتحرك بحركة موجية أي له سلوك موجي وبالتالي يمكن حساب هذا الانحراف بالتفصيل. وفي وقت لاحق عمل ماكسويل في عام 1864 على نظرية أن الموج أن الضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية ذات طبيعة كهرومغناطيسية و ايضا بين انه طبعا شو هذا الموضوع اكده وذلك انه الموجة الكهرومغناطيسية لها سرعه هي سرعه الضوء فبالتالي اذا الضوء هو موجة كهرومغناطيسية واتفق مع فاراداي اللي اعتبره بوقت متقدم انه الضوء هو ذا طبيعه
موجيه، وهو موجه بالضبط وصفه فاراداي في ذاك الوقت انه موجه كولومانسيه، لكنه لم يلقى اذانا صاغيه حينها. ايضا الاستقطاب، لا يمكن وصف الاستقطاب يعني في الضوء الا انه ذا طبيعه موجيه. اذا من وجهه النظر البصريات يمكن تمثيل الضوء على انه موجه كهرومغناطيسيه يشعها مصدر ضوئي صغير، هذا المصدر الضوئي يشع هذه الموجه الموجات الكهرومغناطيسيه بسلسله من الجبهات الكرويه، هذه الشكل يعني spherical wave fronts، ويكون المصدر الضوئي في الوسط او في المركز، وكما هو موضح بالشكل 5-1 هذا اللي نشوفه، وان الموجه او جبهه الموجه او spherical fronts او plane wave fronts، كل هذه جبهة الموجة، هذا يعتبر جبهة الموجة، وهذا جبهة الموجة، وهذا أيضا جبهة الموجة، هي عبارة عن الموضع التي يمر به جميع النقاط لسلسلة الموجات التي لها نفس الطول، ويرسم جبهة الموجات عبارة عن خط يمر بالحد الأقصى والأدنى الموجة، أي البيك والقاع. وعلى سبيل المثال ممكن ايضا نصف انه ايضا ممكن نصف عفوا جبهه الموجه او واجهات الموجه على انه واجهات الطور، يسموه احيانا فيز فرونتس، ويفصل بين واجهات هذه الموجه، شوف هاي واجهات الموجه او الفيز فرونتس او واجهات الطور، يفصل بينها طول الموجه الواحده يعني لامدا. وعندما يكون طول الموجة الضوء يعني لون أحمر أخضر أي ألوان هذه تكون أصغر من الفتحة اللي يمر بها الضوء سلوتس، أو يتعرض إلى أوبجكت يحدث ما يسمى طبعا يكون تظهر واجهات الموجة في خطوط مستقيمة، هذه خطوط مستقيمة يمكن تمثيلها ايضا بهذا الشكل ب plane wave fronts بموجه ضوئيه، ويمكن اشاره اتجاه السير مالها بهذا الشعاع وهذا الشعاع، واضح، واللي هو عباره عن خط عمودي، شوف عمودي على جبهه الموجه. مفهوم الأشعة طبعا هذا يفيدنا بيش هذا أنه تصف الضوء كشعاع، يفيدنا أنه تحليل التأثيرات البصرية مثل الانعكاس reflection والانكسار reflection من خلال عملية هندسية بسيطة لتتبع الأشعة، ويشار إلى طبعا الشعاع البصري هذا بهذا الشكل. وإن مفهوم أشعة الضوء طبعا مفيد لأنها يظهر عند ذلك طبعا the direction of energy flow in the light beam، يظهر اتجاه تدفق الطاقة في الشعاع، يعني يكون هنا تركيز الشعاع الطاقة بهذا المكان.